كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصوت. مؤسسة الوصل أو ديوان مطالي سابقا أعلن عن خطة استراتيجية في أفق سنة 2023، غير أن المتتبعين لهذه المؤسسة يرون أن نتائجها لازالت هزيلة وغير واضحة، بحكم أن غالبية الشكايات لا يعني يتم اتخاذ قرارات واضحة بشأنها، بل يتم إحالة غالبية الشكايات على الوزارات المختصة، فما دورها بكل وضوح؟ شكرا. ما يهم الشكاية ديال الوسيط، فعلا هذه نحن إزاء إشكالية، بإذن الله السيد رئيس الحكومة سيعمل على سريع التفاعل والتجاوب الإيجابي للإدارة مع ما تقدمه أو تحيله مؤسسة الوسيط من توصيات من أجل إجراءاتها. لهذا الإشكالية التي جرى التعبير عنها من طرف المؤسسة يعني معقولة، وبالنسبة إلينا سنعمل على تحمل مسؤوليتنا في إجراءات التوصيات. هذا من جهة. من جهة ثانية، الحكومة عملت على إرساء منظومة ديال الشكايات، هي ليست منظومة بديلة على منظومة الوسيط، وعبرها أيضا تقع عملية تتبع مدى تفاعل الإدارات مع الشكايات التي تقدم من طرف المواطنين. ولهذا ما طرح من طرف المؤسسة الوسيط يعني سنعمل على معالجته وإجراءاته. في نفس الوقت هناك نعطي المثال ديال توصيات المجلس على الحسابات بخصوص أهداف التنمية المستدامة، والتي عملت الحكومة على أجراءتها والمرسوم الذي تمت المصادقة عليه اليوم، ونموذج عملي، لأن هذه المؤسسات الدستورية تشكل بالنسبة إلينا عنصر أساسي في المستوى الدفع بالاستجابة لقضايا المواطنين وحل الإشكاليات المرتبطة بها. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.